في سنة 1981 يتفاجأ العراقيين بغارة جوية إسرائيلية مكونة من 8 طيارات حربية. هاي الغارة استهدفت المفاعل النووي العراقي في العاصمة بغداد، وخلال 15 ثانية بس تم تدمير المفاعل بالكامل. لكن كيف الطيران الإسرائيلي قدر إنه يخترق الأجواء الأردنية ومن بعدها الأجواء السعودية ومن بعدها للأجواء العراقية ويدخل لنص بغداد؟ والسؤال برضه، ليش إسرائيل تضرب مفاعل نووي عراقي؟ وإيش كانت ردة فعل صدام حسين بعد تدمير المفاعل؟ أنا حمزة عبد الرزاق، واليوم راح أحكي لكم عن قصة قصف المفاعل النووي العراقي بسنة 1981. علشان هيك إذا حابين تعرفوا القصة من بدايتها لنهايتها، لايك وسبسكرايب، فعلوا زر التنبيهات، وبسم الله يلا نبلش. حتى نفهم القصة من بدايتها لازم نرجع بالزمن لورا شوي. سنة 1975 كان صدام حسين نائب رئيس العراق ورئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية بنفس الوقت، وكان حاط على رأس أولوياته بناء مفاعل نووي عراقي. طبعا لما تسمع كلمة مفاعل نووي بخطر على بالك صواريخ وقنابل ذرية وتدمير للعالم، لكن صدام حسين أكد للعالم أنه البرنامج النووي العراقي برنامج سلمي، العراق بدها تبنيه بس حتى تولد شوية كهرباء، تعمل تنقية للمي، يستخدموه في الزراعة، يستخدموه في الطب، أغراض سلمية، بدنا مفاعل نووي كيوت. فعلشان هيك العراق راحت على أقوى دولة في هذا المجال بهذاك الوقت، اللي هي الاتحاد السوفيتي. راحوا العراقيين للسوفيت وقالوا لهم لو سمحتوا بدنا نشتري منكم مفاعل نووي. السوفيت وافقوا، لكنهم حطوا شروط قوية شوي، شروط ثقيلة. من هاي الشروط انهم هم يبنوا المفاعل وهم يشتغلوا فيه ويستخدموه كم سنة. يعني بكل وضوح كان بدهم نفوذ بالعراق. فالعراقيين مباشرة فهموا الموضوع وقالوا لهم لا يا عمي شكرا، ما بدناش منكم اشي. وراح صدام حسين يلي لساته في هذاك الوقت نائب للرئيس، راح حمل حاله من العراق وتوجه لفرنسا. راح وقعد مع نائب الرئيس الفرنسي وقال له لو سمحت بدنا تبنونا مفاعل نووي. الفرنسيين قالوا له بدك مفاعل نووي؟ نعتذر ما بنقدر. لكن برضو لسه العراقيين مصرين، وراحوا على البرازيل وطلبوا نفس الطلب، بدنا مفاعل نووي. وهي المرة البرازيل وافقت. وأول ما بلشت المفاوضات بين البرازيل والعراق، على طول فرنسا تراجعت بكلامها وراحوا للعراقيين قالوا لهم احنا موافقين نبني لكم مفاعل نووي احسن من تاع البرازيل وبتكلفة اقل. وقالوا كمان يعني بيننا وبينكم البرازيل خبرتها ضعيفة بالمجال النووي، احنا احسن منهم. وفعلا تم الاتفاق بين فرنسا والعراق على بناء مفاعل نووي في العاصمة بغداد. وطبعا طول هذا الوقت كان في حدا واقف من بعيد وبتطلع وخايف، يلي هم الإسرائيليين. وطبعا ممكن يخطر على بالك سؤال وتسأل، يا حمزة ممكن أفهم ليش إسرائيل ممكن تخاف من مفاعل نووي عراقي؟ انت قلت لنا في بداية الفيديو انه العراقيين بدهم يستخدموه لأغراض سلمية زي الزراعة والطب وتنقية المي وتوليد الكهرباء، يعني ليش ممكن يخافوا؟ صراحة انت صدمتني بهالسؤال، لانه مش عارف شو اقول لك. هذا مفاعل نووي، مفاعل نووي انت بتقدر تولد فيه شوية كهرباء وبتقدر تصنع فيه صاروخ يدمر العالم حرفيا. خصوصي انه وصلت اخبار لاسرائيل انه فرنسا باعت العراق يورانيوم مخصب بنسبة 93%. طبعا انا وياك مش فاهمين شو يعني 93% يورانيوم مخصب، لكن يلي بدي اياك تعرفه وتفهمه انه نسبة 93% نسبة ممتازة لصناعة الاسلحة النووية. وبعدين بدي اياك تنسى كل شي حكيت لك اياه قبل شوي وتتذكر احنا باي سنة. احنا بسنة 1975، يعني قبل 7 سنين بس اسرائيل كانت داخلة بحرب ضد الأردن، وقبل سنتين بس إسرائيل كانت داخلة بحرب ضد مصر، وبرضو كمان قبل سنتين كانت السعودية ودول الخليج العربي قاطعين النفط عن أي دولة بتدعم إسرائيل. يعني باختصار هذاك الوقت كان عبارة عن حرب عالمية وشغالة بالشرق الأوسط، الموضوع مش متحمل مفاعل نووي أبدا. وصلنا لسنة 1979، وبهاي السنة صار صدام حسين هو رئيس العراق. فقرر صدام انه يسمي المفاعل باسم مفاعل تموز، واسم المفاعل لحاله عمل قلق كبير عند الاسرائيليين. طبعا انت بتحب تسأل وراح تسأل ليش اسم مفاعل تموز ممكن يخوف الاسرائيليين. شهر تموز هو نفس الشهر يلي الملك نبوخذ نصر حارب فيه اليهود ودمر مملكتهم في القدس، وهذا الحكي سنة 500 قبل الميلاد. فالاسرائيليين كانوا شايفين انه صدام حسين جاي لحتى يعمل نفس يلي عمله نبوخذ نصر،
جاي لحتى يدمر دولتهم. وأنا هون عن جد بحكي، الإسرائيليين كانوا شايفين موضوع المفاعل النووي العراقي هو موضوع أمن قومي، علشان هيك الموضوع أخذ اهتمام على أعلى مستوى. رئيس وزراء إسرائيل في هذاك الوقت مناحم بيجن طلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد التدخل لإنهاء موضوع المفاعل بأسرع وقت ممكن. فبلش الموساد يشتغل شغله وبلشوا يتبعوا بأي إشي إله علاقة بالمفاعل. اكتشفوا إنه أهم جزء بالمفاعل لساته مش موجود بالعراق، وطبعا أهم جزء بالمفاعل هو قلب المفاعل نفسه. الموساد اكتشفوا إنه قلب المفاعل موجود في ميناء بفرنسا ورح يتم نقله للعراق خلال أيام عن طريق السفينة. فراح الموساد مباشرة لغم الميناء وفجروه بالكامل، لكن لحسن الحظ قلب المفاعل اتضرر بشكل بسيط جدا. وهون أول خطة للموساد فشلت، فقرروا يروحوا للخطة اللي بعدها، والخطة كانت عبارة عن اغتيال أي عالم كان مسؤول على المفاعل. وفعلا تم اغتيال عالم الذرة المصري يحيى المشد في باريس بعد ما رفض انه يتعاون معهم، ومع انه كان واضح جدا انه اسرائيل هي اللي وراء عملية اغتيال العالم يحيى المشد، الا انهم ضلوا 30 سنة ينكروا هذا الاشي، لغاية قبل 10 سنين عملوا فيلم عن القصة وقالوا ايوه احنا اللي قتلناه. He was not interested in doing any business with them. So the Mossad decided to just take him out then. Mossad, bad guys. send an escort girl to the room of that poor guy. When he opened the door, they slit his throat. They didn't steal anything. وطبعا العالم يحيى المشد ما كان هو الوحيد اللي تم اغتياله، بنفس هذيك الفترة تم اغتيال 12 عالم ذرة عراقي. للأمانة الإسرائيليين عملوا جهد كبير لحتى يوقفوا المفاعل، يعني راحوا لفرنسا ولغموا ميناء وفجروه، وفوق هيك اغتالوا أكثر من 12 عالم ذرة من بينهم واحد من أشهر العلماء بهذاك الوقت. عملوا شغل كبير، لكن كل اللي عملوه باعتبار ولا إشي، المفاعل قاعد بنبني. علشان هيك تحولت القضية من جهاز الموساد، من جهاز المخابرات، لجهاز سلاح الجو. وفعلا سلاح الجو الإسرائيلي بلش بالتخطيط لعملية ضرب المفاعل، وهوب بلوت تويست يصير اشي مفاجئ يغير الاحداث. حرب طاحنة تقوم بين العراق وايران، ورغم العداء الشديد بين ايران واسرائيل الا انه الاثنين بهذاك الوقت قعدوا مع بعض بشكل سري، والاسرائيليين قالوا للايرانيين اسمعوا احنا في عنا خطة لضرب المفاعل النووي العراقي، خطة محكمة جاهزة، خذوا استلموا، يعني بما انه انتوا وياهم حاليا في حرب تفضلوا هاي هدية اضربوا المفاعل. وفي يوم 30 سبتمبر من سنة 1980 وبعد 8 أيام من بداية الحرب الايرانية العراقية، تهاجم 4 طيارات حربية ايرانية المفاعل النووي العراقي بعملية تسمت بعملية السيف المحروق. من الاسم بتحس انه الايرانيين حرقوا الاخضر واليابس، السيف المحروق، الا انه على ارض الواقع العملية فشلت فشل ذريع جدا جدا جدا. لانه تخيل معي، الإيرانيين استهدفوا المفاعل ب 12 صاروخ، 10 صواريخ منهم وقعوا بالصحراء، صاروخين بس صابوا المفاعل والمفاعل ما تضرر أبدا. هون إسرائيل قاعدة تطلع من بعيد ومن صدمة من الغباء 10 صواريخ نزلت في الصحراء، فعلشان هيك قرروا أنهم يعملوا العملية بنفسهم. تم التخطيط لعملية ضرب المفاعل، وتسمت هاي العملية باسم عملية أوبرا أو عملية بابل. لكن الإسرائيليين كان عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى إنه المسافة بينهم وبين العراق كبيرة كبيرة جدا، الطيارات الحربية اللي عندهم ما عندها قدرة إنها تطلع كل هاي المسافة من الأراضي المحتلة لغاية بغداد، ما عندهم إمكانية، الوقود تبع الطيارات ما راح يكفي. والمشكلة الثانية كانت إنه الطيارات الإسرائيلية لما تطلع من الأراضي المحتلة لازم تمر فوق الأجواء الأردنية ومن بعدها فوق الأجواء السعودية، فالمشكلة كانت إنه الطيارات كيف ممكن تعدي بدون ما حدا يعترضها. فكحل المشكلة الأولى راحت إسرائيل على أمريكا واشترت سرب من طيارات الـ F-16. طبعا طيارات الـ F-16 لغاية اليوم هم من أفضل الطيارات الحربية بالعالم، ما بالك قبل 40 سنة. ظل عندهم المشكلة الثانية يلي هي كيف الطيارات ممكن تخترق الأجواء الأردنية والسعودية وتدخل لنص العراق. وهون راح احكي لكم شو اللي صار، لكن بدي تركزوا معي شوي لانه للامانه الموضوع عبقري شوي وبعجق بنفس الوقت، علشان هيك ركز معي منيح. في روايتين للموضوع، الروايه الاولى يلي هي اكثر عبقريه بيقول لك انه الطيارين الاسرائيليين قعدوا حوالي 8 أشهر وهم يتدربوا
على الحديث باللغة العربية وباللهجة الأردنية واللهجة السعودية، بحيث لما يدخلوا للأجواء الأردنية يصيروا يحكوا مع بعض باللغة العربية وباللكنة السعودية، بحيث لما الرادارات الأردنية تلقطهم والجنود الأردنيين يسمعوا حديثهم بالطيارات يفكروهم طيارين سعوديين قاعدين بتدربوا ويتركوهم. ونفس الإشي يصير لما الطيارات تدخل للأراضي السعودية، يبلش الطيارين الإسرائيليين الكلام باللغة العربية وباللهجة الأردنية، بحيث الجنود السعوديين يفكروهم طيارين أردنيين قاعدين بتدرب. وهيك بهاي الطريقة الإسرائيليين عدوا من الأردن السعودية. أما الرواية الثانية يلي هي أكثر منطقية بتقول لك إنه الطيارات الإسرائيلية لما طارت ظلت على ارتفاع منخفض جدا، وما قدرت الرادارات إنها تلقطها، وقدرت إنها تعدي بكل سهولة لغاية ما وصلت لنص العراق لوسط بغداد وضربت المفاعل. وبغض النظر عن الطريقة اللي دخلوا فيها إلا إنهم بالنهاية دخلوا، وفعلا وصلت الطيارات الإسرائيلية للأجواء العراقية وظلوا طايرين على ارتفاع منخفض، لدرجة إنه العراقيين بالشوارع كانوا قادرين يشوفوا نجمة داوود الموجودة على الطيارات. الإسرائيليين قطعوا أكثر من 600 كيلو في أجواء العراق بدون ما يتم إطلاق عليهم رصاصة واحدة. They didn't try to intercept us. زي ما حكينا قبل شوي الطيارات الإسرائيلية كانت طايرة على ارتفاع منخفض تقريبا 30 متر زي ما هو واضح بهاي الصورة، وأول ما قربوا للمفاعل مباشرة ارتفعوا ل 2000 متر وضربوا المفاعل. 16 قنبلة كانت كفيلة بدمار المفاعل بالكامل ب 15 ثانية بس، ومات بالعملية 11 شخص منهم 10 جنود عراقيين وعالم فرنسي كان بيشتغل داخل المفاعل. ولسخرية القدر تم اكتشاف بعدين انه العالم الفرنسي هذا هو جاسوس للمخابرات الإسرائيلية، وهو يلي ساعدهم بتحديد موقع المفاعل بالضبط. وكعقاب لفشل قوات الدفاع العراقية بالتصدي للطيران الإسرائيلي، أمر صدام حسين بإعدام مجموعة من الضباط المسؤولين على المنطقة، وواحد من الطيارين الإسرائيليين اللي شاركوا بعملية أوبرا ونفذ المهمة بإتقان كان اسمه إيلان رامون. إيلان تمر فيه الأيام ويترقى ويصير أول رائد فضاء إسرائيلي، وفعلا طلع للفضاء بسنة 2003 وظل هناك 16 يوم، ولما رجع للأرض تفجر المكوك ومات إيلان ومعاه 6 من رواد الفضاء الأمريكيين.